سادة العلماء والأساتذة الباحثين، صلى الله عز وجل أن يتقبل منكم جهدكم وحضوركم أيها الطلبة والطالبات. إذن ننتقل إن شاء الله عز وجل للمداخلة الأخيرة، وهي للأستاذ الدكتور كمال أمسان جامعة القاضي عياض بالمغرب. الأستاذ كمال وأستاذ تعليم الثانوي التأهيلي بأكاديمية جهة مراكش أسفي، عضو نائب رئيس مركز القاضي عياض للبحوث والدراسات، له مشاركات عديدة في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، له يعني من الكتب المطبوعة كتاب الدرة البهية في حل ألفاظ القرطبية، يعني كذلك كتاب الأسس المنهجية لفهم الخطاب الشرعي عند ابن رشد الحفيد، كذلك كتاب جهود فقهاء المغرب في الدعوة إلى النظام في الجيش المغربي خلال القرن التاسع عشر، أيضا كتاب محاكمة العلم، ويعني كتاب سياقات الفكر الرشدي. فالأستاذ الفاضل له مداخلة في موضوع العقيدة والفكر بعنوان المنهج الرشدي في تقصيد العقيدة، فله الكلمة مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله هذا المسألة الوقي بالتقال، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا لابد بنا بدءا أن نشكر الإخوان كل المتعددة الاختصاصات الرشيدية، فلهم جزيل الشكر على الحفاوة وعلى العناء، وبارك الله تعالى لهم في جهودهم، كما أشكر الحضور الكريم. مداخلتي تلتقي كثيرا مع ما ذكر سابقا، خاصة مداخلة الأستاذ نبيل حول الخلدون. فابن رشد الحفيد المتوفى سنة 525 كان أحد العلماء الذين وسعوا دائرة اجتهاد المقاصدي بعد أن كان حكرا على مجال الفقه، فأراد أن يبحث عن مقاصد العقيدة، وهذا أمر يصرح به في كتابه الألصق بهذه المسألة، وهو الكشف على المناهج الأدلة في عقائد الملة، وهو بذلك يعتبر أن المنهج المقاصدي هو منهج للبحث ليس فقط مكملا للأصول أو غير ذلك. وقد رأى ابن رشد أن الدرس المقاصدي وعلم الكلام قد أصبح مدعمدعة للنفور والجمود والتنافر والتشكيكات والتشغيبات، هذه لغة ابن رشد، حيث يقول إلى ما في ذلك من التشكيكات والتشغيبات العويصة التي لا يتخلص منها المهارة بعلم الكلام والحكمة، فضلاً عن العامة، ولو كلف الجمهور العلم من هذه الطرق لكان من باب تكليف ما لا يطاق. كما لاحظ ابن رشد بأن علم الكلام كان له أثر اجتماع والتنافر بين أفراد الأمة الواحدة، ويقول قد حدثت فرق إسلامية اعتقدت في الله اعتقادات مختلفة، وصرفت كثيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات نزلوها على تلك الاعتقادات، وزعموا أن الشريعة الأولى التي قصد بالحمل عليها جميع الناس، وهنا محل الشاهد، وأن من خالف وزاغ عن نهج هذه الفرق إما مبتدع أو كافر مستباح الدم والمال. وأقول الحديث عن هذه الأمور ليس من باب استدعاء معارف من تاريخ المعرفة الإسلامية، ولكنها أمور لا زالت حاضرة في واقعنا. قد يختلف يتفق الناس في أمور عديدة إلا في مسألة العقيدة، فيظهر الانتماء العقدي أو كذا أو كذا، لذلك فهو أمر لا بد من ماذا؟ من استدعائه والبحث فيه، لعلنا نستلهم من تجربة ابن رشد ماذا؟ حلولا لواقعنا. وهذه فكرة المؤتمر، صلى الله تعالى أن يوفق الجميع. إذن ابتدى ابن رشد نفسه للدفاع عن مقاصد العقيدة الإسلامية الصفية، فانتقد علم الكلام واتجه إليه كمنهج وكآلية وكطرق معتمدة، ولم يأل جهدا في منهجه النقدي الذي ضمنه الكتب المخصصة من فصل المقال من التهافت التهافت، أن يركز على قضية المقصد، ولذلك خلاصة أنه في كتابه يأتي بالقضية العقدية، كتاب فيه تقريبا أكثر من 15 قضية، يذكر مذاهب الفرق الكلامية ويرد على كل فرقة على حدة،
وفي الأخير يذكر أما ما قصد الشرع أن يعتقده الناس في هذه المسألة فهو كذا وكذا وكذا. أما عن وسائل ابن رشد لتحقيق هذا المشروع فهو يدافع عن الطابع الخاص للعقيدة الدينية الإسلامية وضرورة المنادات بقراءتها بلغتها ومضامينها المفهومية المنزلة دون ما اعتماد لأساليب أخرى كأساليب المتكلمين الخطابية الجدلية السفسطائية على حد قوله، وهي ترجع في مجملها إلى منهج استشهاد أو استدلال بالشاهد على الغائب. هذا مسألة يطول يعني الكلام فيها، كيف نحاكم عالما إلهيا غيبيا بعالم مشاهد؟ فلا بد ماذا من وضع آليات نتعامل معها أو بها مع العالم الإلهي. وكذلك يعتمدون مبدأ التجويز والعادة لتفسير ظواهر الكون بدل القول بالنظام والسببية التي تدل بشكل أقوى على عظمة الخالق. وفي هذا الاتجاه يذهب من البحث العلمي الآن أو ما يسمى بالإعجاز العلمي. إذا نروج في كتابي يذكر كثير من الحقائق العلمية التي أو يوظفها من أجل الاستدلال على قضية عقدية. إذا سوف أمثل في هذا المدخلة بقضية واحدة، المداخلة في أكثر من 30 صفحة فيها 14 أو 15 مسألة، سأمثل لقضية واحدة اللي هي معرفة وجود الخالق والطريق المقصود في ذلك. إذا ابن رشد يتحدث أولا عن الفرقة الأولى وهي الحشوية، وهذه الفرقة ترى أن معرفة الله طريقه السمع فقط لا العقل، وأن الإيمان بوجوده سبحانه يتلقى من صاحب الشرع ويؤمن به إيمانا. يقول ابن رشد والظاهر من أمرها أنها مقصرة عن المقصود الشرعي في الطريق التي نصبها للجميع مفضية إلى معرفة وجود الله، ويرد على ذلك بمجموعة من النصوص، ويقول بأن هناك آيات قرآنية تدعو إلى إعمال العقل لتصديق بوجود الله كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء ويفتح يعني ورقة الكون. كما استدل بأن العرب كلها تعترف بوجود الباري قبل وقوع هذه الأدلة السمعية، وفي ذلك يقول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الفرقة الأخرى الصوفية، وهذه الفرقة ترى أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية وإقبالها بالفكر على المطلوب. ابن رشد لا يرد هذه المسألة، يقول بأن يعني تخلية النفس من العوارض الشهوانية مسألة ضرورية في المعرفة، ولكن لا أنها سبب المعرفة. ويستدل هؤلاء بظواهر من النصوص كقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. يرد ابن رشد هذا المسلك ويقول أنه منهج مضاد للمنهج العلمي الذي يستطيع أن يسلكه كل الناس، بمعنى أن الصوفية ترى بأن مسألة عقيدة هي مسألة شخصية، كل قد يتلقى العقيدة كما شاء، وهذا يعارض المنهج العلمي. وستصبح بذلك المعرفة في هذا الحال نوعا من المعجزات. فما جدوى العقل إذن؟ ما جدوى العقل؟ وهل خلقه الله تعالى عبثا؟ الأشعرية كذلك وضعوا لذلك مقدمات، يعني منها مثلا طريقة الجويني الذي يقول بأن العالم أفسد، يعني طريق منهج التجويز الذي يقول بأن العالم جائز بأن يكون على ما هو عليه أو على ضد ما هو عليه، كأن يكون أصغر وأكبر أو بشكل آخر أو عدد أجسامه غير العدد الذي فيه أو بالنسبة للإنسان. يعني هذا المنهج منهج التجويز يعني يقول بأن الإنسان يمكن أن يرى بالأذن وأن يسمع بالعين، وهذه أمور كلها غير مقبولة. يعني يقولون بأن جعل الكون بهذه الكيفية أو أن يكون المخلوق بأحد الجائزين هو دليل على أن هناك إرادة مخصوصة جعلته على أحد هذين الجائزين اللي هي إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم مقدمة أخرى تقول بأن الجائزة محدث وله محدث مخصص سيره على أحد الجائزين. بالنص كل هذه الأمور يردها ويقول بأنها غير مقصورة، طريق غير مقصود للاستدلال على وجود الله، ويرى بأن طريقين يعني اللذين دل عليهما القرآن الكريم
هو طريق العناية عندما نرى بأن الكون خلق بهذه الكيفية موافقة لوجود الإنسان، تعاقب الليل والنهار، خلق السماء. إذن عندما نرى بأن الكون هيئ للإنسان بهذا الشكل، يعني جسم الإنسان عندما نرى فيه ذلك النظام وذلك الترتيب وتلك الموافقة لحياة الإنسان، نقول بأن يقول بأن هذا هو الأدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. وهناك دليل الخلق، فيرى بأن خلق الموجودات يعني السماوات والنباتات دليل على وجود الخالق. يقول فإننا نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة، فنعلم قطعا أنها هنا موجدا للحياة ومنعما بها هو الله تبارك وتعالى. ويستجل لذلك بنقص كثيرة جدا أخطأ منها واحدا. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن الأدلة والطرق التي بينها ابن رشد لمعرفة الله تنطبق على الأدلة القرآنية، فهي بديهية غير معقدة وتدعو إلى المعرفة الصحيحة والمعرفة اليقينية، لا إلى الجدل العقيم أو تفريعات المتكلمين وتقسيماتهم العقلية، وهي أدلة الشرع والعقل في آن واحد تحفزنا إلى التعمق والبحث والكشف عن أسرار الكون دون إثارة الشبهات أو المشاكل التي أثارها المتكلمون والأشاعرة، كما أنها تمتاز من ناحية أخرى عن دليل الحدس الصوفي الذي يصرف عن المعرفة الحق ويقود عاجلا أم آجلا إلى الجمود والتواكل واختراع الأساطير. خلاصة، إن ضرورة التمسك بحقائق الشرع ومقاصده وبظاهر النصوص القرآن وسنة بالنسبة لابن رشد مبادئ تتنافر وعلم الكلام تنشر المعرفة غير مؤسس يعتمد منهجا فاسدا من الأساس لا يحترم معايير البيان كما لا يحترم الحقائق الكونية المبنية على مبدأ السببية والنظام عكس مبدأ التجويز والعادة، ويصدر عن تسوية غير موجودة فعلا بين عالمين لا تساوي بينهما ولا رابط يجمع بينهما، ويماثل بين الخالق والمخلوق مستدلا بالثاني على الأول إما نفيا أو إجابا وغير ذلك من ادعاءات المتكلمين لإثبات حقائق الشرع بالعقل وحده أو الدفاع عنها به، لأنها حقائق تمتلك صحتها في ذاتها ولا تنتظرها من خارج مجالها البياني المحدد باللغة العربية. إن عقائد الإسلام ليست مادة للتباري والجدال وكثرة القيل والقال، بل هي عقائد يراد منها معرفة الله بما عرف به نفسه وتعظيمه وتنزيهه والتوكل عليه والتسليم له، وكل هذا من خلال ما نطقت به نصوص الوحي وما تجلى للبصائر والأبصار من فهم سديد. أما تجاوز ذلك بالتفصيل والتحليل وإطلاق العنان للفكر والخيال والجدل فليس من الدين ولا من هديه. يعني أطرح هذه الرؤية الرشدية أمام الأساتذة الفضلاء، وهذه الرؤية ربما كنت طرحتها الأستاذ إبراهيم القزيز في ندوة سابقة أمام الأستاذ الريسوني، ولكني لم أتلقى منه لأن جاءت فقط هي كرد على مدخلة أخرى، ولكني لم أتلقى منه جوابا، فأريد أن أعرض هذه الرؤية يعني أمامكم لعلها تكون كأرضية لنظرية عقدية مقصدية. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.